اشدرت كوكي وقال لي مرت صرت I'm getting high صرت get him back خلي الناس الكل تفهم اللي انت get him back 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 get ready to attack with a click clack rap chick-a-chick-a-chick-a-chack slam dunk everywhere to my shack hit it up sweet rap old school with rap and we don't stop cookie girl I get him up hit him up beat him up rap early sit him up sit him up sit him up برنامج الراب الأول في تونس رابور في جيان بالبروموات ندلوكم وعلى القدرة الشرائية نطمنوكم واليوم في جيان سوم لبليت 125x150 سم يوالي 14 دينار و 990 أكاهو وهكا لا توفروا لدينار 30 أما 7 دينارات كاملين جيان يدفع على القدرة الشرائية جيان يمدللنا الاثنين الجمعة ابدأوا نهاركم مع راف ماغ مع رفيق بوشناق على EFM أحلى غاديو علي راف ماغ صندوق الأخبار تسويت بصوت السندريلا هذا البوكس نيوز بوكس نيوز مرحبا تتفكروا منيرة اللي شفناها صاحبة الفيديو اللي صورتها هاجر إدريس وهي تخدم عاملة نظافة وهي متحصلة على إجازة في الدوا فيسكال منيرة أبارامون حسب ما كتبت هاجر إدريس على صفحتها الخاصة بالفيسبوك وقالت نحب نقولكم اللي منيرة صاحبة الفيديو المتحصلة على شهادة جامعية في الدوا فيسكال وتعمل في البلدية تلم في زبلة حاشيكم الفيديو هذا عملته أنا دار برشا وتعاطف معه الجميع منيرة لقات خدمة مناسبة فضل صديقتها اللي نحييوها منال الغربي عمل يحفظ لها كرامتها وهي الآن بين أيدي أمينة شكرا للناس الكل على تفاعلكم وتعاطفكم مع منيرة بتبيع الفيديو دارت برشا على الفيسبوك والتفاعل كبير وكنا حكينا عليها احنا زيدة التعليقات كانت من نوع هذا الحمد لله ربي جبرلها بخاطرها وكانت لها سبب باش صوتها يتسمع وفما اللي قال يعني كان مش من الفيديو راهو مسمع بها حد تعليق آخر يقول هي صوتها وصل لما فما غيرها برشا يعانيوا في نفس المعاناة أصحاب الشهيد العليا في تونس قاعدين يعانيوا وقتاش باش تتحل هالأزمة هذه فما اللي كتب الحمد لله فما ناس تعمل الخير ونوفى بتعليق هذا الفيسبوك صحيح في برشا حاجات خايبة ولكن هكا يولي عليه تأثير إيجابي إن شاء الله كل واحد فينا يحاول يوصل صوت الناس اللي ما عندهاش صوت تحية كبيرة لهاجر دريس على اللي عملته على تفاعلها وعلى الناس اللي تفاعلت في علاقة بالمشكلة متاع المرأة هذه هاجر دريس عندك التصوير الشهيرة متاع تقبيلها اليد الجندي عرفناها توا مدة وبعد شفناها في التلفزة مع صديقها من الناس الناشطة برشا في المجتمع المدني مسحة دموع عبد وعائلة كاملة تقريبا نشوف شكون وراء المرأة هذيك اللي بالضحكة متاعها خبت برشا حزن وبرشا لم وبرشا مستنيه سنوات وقولها خدمه توانسه فرح وبرشا مش من السهل انك تكون محظوظ كيما المراه هذه خطفها واحد في تليفون صورها تحللها بالزهر وقولوا احنا ولكن الحمد لله نفرح وبرنس يا ولدي هاجر ادريس اللي ما يعرفهاش ما يعرفش العباد اللي قاعده تعمل في الخير هاجر ادريس مسلمه في الدنيا كل وليداتها يقراوا لبرا وان شاء الله ربي يسترهم اسمها ليه هي كان بفعل الخير هاني شيختك يا هجوره نعرفك تحبني وتسمع فيا لا انا بالحق نضم صوتي لصوت الحاج معناتها تعمل فيه بكل حب راني كنقول لك كل جمعه تعمل في ديبلاسمونات قصرين متلوي في وسط تونس هوني معناتها حياتها كان للجمعيه هذه واي جمعيه تتصل بهاجر لازم هاجر ترقى لها الحلول وكل وزاد على كلمه حق تتقال تحيه البنت سيلوت في عبد الناظر ريم يظهر لي اللي ديما معاها وقاعده تعاون فيها ايش خالد تحيه لهاجر وتحيه لكل نشطاء المجتمع المدني اللي يخدموا في خدمه كبيره تعود برشا قاعده في دور الدوله في وسط الظروف الصعيبه اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم في تونس فرحت برشا للمراه خاطر ضحكتها كانت حبيه برشا حزن الحمد لله يا ربي نعرفوا الناس الكل مش باش نجموا نلقاو حلول ليهم بالطريقة هذه ولكن واحد من جملة آلاف معطلة عن العمل وآلاف تلوش في مستقبل في البلاد لقينا لهم حل رفيق. مش احنا لقينا لهم هاجر والناس اللي مشتت دونك الحمد لله عليها وي ودارس رفيق اللي هي سيغمون المرأة اللي هي ما كانتش نهار تتخيل اللي ينجم حد باش يسمع صوتها ولا تنجم تصير معاها الحكاية هذه حد يصورها وصوتها يوصل وتجيها خدمة تحفظ لها كرامتها يعني كل واحد يسمع فيا توا هو فاقد يمكن الأمل وصاحب شهادة عليا ما
ما تعرفش عليها ربي يفرجها من انت ما تنجمش تتخيل منين، اما ربي كي يجعل سبب باش يخليك انت يفرجها عليك وتوصل يمكن لحاجه انت تتخيلها مستحيله لكن هي ممكنه. ان شاء الله حويزي. ان شاء الله. حتى انت حالها ربي في وجهك زاد الحمد لله يا ربي، وانت يا ربي ما حلاش في وجهك وبعد الثوره خطفت معنا هذاك عجبني. مقارنه بامكانياتك الذهنيه تسمح لها لك برشا. معناتها مهبول انا. عموما نحكي. سامحني رفيق كي نقارنوا التجربه نتاعي والتجربه نتاعك انت، انا بديت بالـ 10.6 انت سويكا وتبدا الدوري بالكيف كيف. يلا سلمى هلال تو سويت الاخبار هي فيما اكسبريس وبعد اخبار الكوره مع صديقنا جلانزا نرجو نحكيو بعد شويه في البلاتو تصريحات على الشاب البارح مع صديقنا محمد الخماسي في الدوامه وليلى بن علي تقاضي صديقنا المحامي منير بن صالح والسؤال المحامي منير من سيختار كمحامي ليترافع عن هذا السؤال باش نجاوبوا عليه بعد شويه. قعدوا معنا البوكس نيوز مكمل في الرسماك يفهم اكسبريس. مرحبا. رئيس الجمهورية يجدد قبوله بمبادرة الحوار الوطني اللي تقدم بها اتحاد الشغل. رئيس الحكومة ينفي انه اعفاء وزير الداخلية كان بسبب تدخلات حزبية ولا بسبب تدخله في موضوع ايقاف رجل اعمال، ويقول انه اقالته كانت بسبب ارباك المؤسسة الامنية ومحاولة اختراقها. مكتب البرلماني قرر تعليق الجلسات العامة حتى لين يتم النظر في مقترح العمل بالاجراءات الاستثنائية توقيا من انتشار فيروس كورونا. الكونغرس الامريكي يستأنف الجلسة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ لفرز الأصوات الانتخابية بعد ما تم تعليقها على خلفية اقتحام مبنى الكونغرس من منصرين للرئيس دونالد ترامب. وعدد من أعضاء الحكومة الأمريكية يتباحثوا إمكانية عزل الرئيس ترامب من السلطة قبل انتهاء ولايته رسميا ومنعه من تعريض الولايات المتحدة المزيد من الخطر. موعدنا يتجدد في أخبار 9 مكملين بعد شوية مع راف مايك. EFM Sport مع أمين جلانزا. صباح النور، مرحبا بكم في EFM Sport. البداية بأخبار أنديتنا في المسابقات الإفريقية 3-4 للأندية التونسية. البداية بالتشامبيونز ليج الإفريقية، الترجي التونسي صاحب 3 ألقاب في العشرية الأخيرة يتأهل بصعوبة ضد أهلي بنغازي. علي المرزوقي ينقذ الترجي في الدقائق الأخيرة، هدف كان في دقيقة 87. الترجي ما حافظش على تقدمه في النتيجة. مارتين غيلان الشعليلي افتتح نتيجة في دقيقة 18 من ضربة جزاء. سعيد النيلي عادل النتيجة بعد خطأ فاتح كان من المدافع الياس الشتي. محمد علي بن رمضان سجل هدف التقدم في دقيقة 63، وعبدالله العرفي سجل التعادل الأهلي بن غازي من ضربة جزاء أثر خطأ كان من عبد القادر بدران. ثم علي المرزوقي يمنح الانتصار للترجي في الدقائق الأخيرة ويأهل الترجي لدور المجموعات من تشامبيونز ليج الإفريقي. وصل مع الشامبيونز ليج مع الاسف النادي صفاقسي يغادر المسابقه، يسقط للكاف كاس الكونفدراليه الافريقيه رغم الانتصار 1-0 على المولديه. هدف في رشوات اخر دقيقه من الشوط الاول كانت من ضرب الجزاء. السي اس اس يسقط لمسابقه الكونفدراليه الافريقيه. الدور التمهيدي الاخير، نادي الرياضي صفاقسي يفشل في المرور لدور المجموعات من الشامبيونز ليج في انتظار معرفه خصم النادي الصفاقسي في الدور التمهيدي الاخير. كاس الكاف، الاتحاد المناسير يتعادل 0-0 مع اهلي طرابلس بعد انتصار كان 2-0 في الذهاب. الاتحاد يتاهل الى الدور التمهيدي الاخير من كاس الكاف، كيف وكيف النجم الساحلي اللي فاز 2-1 على المقاولون العرب بعد 0-0 في الذهاب. النجم الساحلي كان افتتح النتيجه في دقيقه 22 عن طريق سليمان كوليبالي. سيف الدين الجزيري عدل في دقيقه 51، ثم نفس اللاعب سليمان كوليبالي رجل المقابله يمنح الانتصار والتاهل للاتوال بعد ما سجل هدف من ضرب جزاء كان في دقيقة 89. بعد اعلان وسائل اعلام جزائري عن انتداب الشريف الوزاني للنادي الافريقي، الملاعب اللي تناول ماده محظوره تعاقب 4 سنين ثم تم تقليص عقوبته العامين. وسائل اعلام جزائري حكيت على عقد مدته 3 سنوات مع النادي الافريقي. مدافع اخر من مالي متواجد في تونس 21 سنه اسمه كليمون بوبكر كانوتي من مالي، باش يتم النظر في وضعيته في الايام القادمه. حسب وسائل اعلام ايطاليه فان منتصر الطالبي مدافع ريزيسبور التركي على رادار فريق ايطاليا عريق هو نادي تورينو. الاشاره للاعب منتصر الطالبي كان رفض تمديد عقده مع فريقه التركي لينتهي في جوان 2021.
في الهند أمين بن نور لاعب دينامو بوكارست الروماني يغيب على مونديال مصر بعد إصابته فيروس الكورونا، وسامح حسني أيضا سيغيب للإصابة. أشرف المرغلي لاعب الخليج السعودي تم استدعاءه ويوصل غدوة التونس. اليوم يصدر قرار الجامعة فيما يخص ملف مروان شويرف وأسامة حسني بعد تقرير الجامعة بوجود إخلالات وتجاوزات في تربص قطر من جانب الثنائي هذا. المنتخب يواجه اليوم لويس إيفري، الفريق اللي احتل المرتبة 15 قبل الأخيرة في الدي آن الفرنسية. المباراة هذه بشكون قبل الأخيرة في إطار التحذيرات، تنطلق الستة في قاعة نابل. نذكر أن المنتخب كان فاز في المباراة الأولى ضد إيفري 33-24. في التنس، أنس جابر تتأهل للدور الثاني من دورة أبو ظبي بعد الفوز 2-0 على الروسية أناستازيا بافلي شينكوفا، تفاصيلها 7-6 و6-3. أنس جابر تواجه في الدور الثاني الفائزة بين الأوكرانية بوندارينكو والصينية وانك. النتائج في البطولات الأوروبية، الإي إف إل كاب، مانشستر سيتي انتصر 2-0 على مانشستر يونايتد، يتأهل للنهائي لمواجهة توتنهام. سيريال جولة 16، قمة الجولة في سانسيرو، يوفي انتصر 3-1 على ميلان، هدف اليوفي سجلها دوبلي الكيازا وهدف المكاني كالابريا سجل هدف الميلان. ميلان يحافظ على صدارة رغم الهزيمة بعد خسارة انتر 2-1 في جنوة ضد سامدوريا. لاتسيو فاز 2-1 على فيرونتينا. تورينو فيرونا 1-1، روما انتصر 3-1 على كروتوني. اتلانتا فاز 3-0 على بارما. لا ليغا الجولة الثانية، البارسا فاز 3-2 على تيتيك بيلباو. ليغان جولة 18، سانت اتيان بي جي 1-1، لوام فاز 3-1 على مونبوليي. ليون انتصر 3-2 على لانس. ميتس بوردو 0-0. ديلان برون كالعادة اساسي. بريست فاز 2-0 على نيس. موناكو تفوق 5-2 على لوريون. كان هذا اي اف ام سبور مع دجاي ماضي ساعتين وتو مواصلين مع الرفماك. هو ديجا كان واصل برشا الحمد لله. وين يجي وقتاش يجي في الوقت اللي تخلي راس جبل، وقتاش يخرج وقتاش كذاك. وقلت لكم عاد تجي ما تجيش خاطر باش يوقفوك. حشيت الكهرباء دخلت في الحيط نتاع القنطره. اللي سائق نتاع الكهرباء فهمتني اليوم معناها عائلته ما يعرفوهش وين مدفون. اللي كانت عندها تاثير كبير ياسر على النادي الافريقي والانصار النادي الافريقي ما ماتش على البلاصه، مات في طريق السبيطار. معناها تختف، علاش تختف؟ واحد من رومانتي كي تهرب بجثه علاش تهرب بها؟ ما هو باش تخبي حاجه، تخبي اللي هو تقتل بالرصاص. سموه ولا شنو عملوا له؟ شدوا ولد فكرين من الحكايه دي قريبا. في العام الجديد دانات تزيد اللي يحبوها فرحة على فرحة، وتبدأ عام 2021 بهابي برومو 500 مليم على كريم دي سهل كل شوكولا فاليني وفاني. دانات تفرحكم بالبروموات. عرض خاص من 1 ل 31 جانفي في حدود الكميات المتوفرة. راف ماج مع رفيق بوشناق على اي اف ام احلى راديو. ما 48 دقيقة موصلين بالأخبار. سندريلا مكملة بوكس نيوز. نحكيو على المحامي منير بن صالح اللي نحيوه برشا، كان حاضر في برنامج الدوامة مع محمد الخميسي وحكي برشا حاجات، من أهمهم حكي على ليلى بن علي واتهمها أن هي اللي سربتك التسجيل اللي سمعناه تونس الكل. خليني نفكركم شنو هو قال بالضبط. وبالتالي التسريب خرج من هناك، من هاتف وجوال من هناك. اليوم منير صالح متأكد يقول انه من ليلى طرابلسي. عندي معلومات اكيده، معلومات اكيده انه ليلى طرابلسي هي اللي اول محيطين بها. واضح، ما عنديش خلاف شخصي، لكن لاحظت اللي برشا كلام وصلني كيف كان الرئيس السابق على قيد الحياه، وكانت هي وراء مصدر الكلام هذايا، ومن طرف عديد المتملقين في تونس، نقولها مليح، متملقين وقفافه اللي نزلوا ينظروا ليلى طرابلسي على انها حاكمة تونس، ويفرحوا ياسر 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 كيف طلبهم في التليفون، ويبداوا فرحانين ومدام طلبتني ومدام طلبتني
هذا الكلام اللي قاله منير بن صالحة على ليلى بن علي ولا ليلى طرابلسي اللي ما سكتتش وقدمت شكاية لدى فرع المحامين بتونس عبر محاميتها مهي شرف الدين ضد الأستاذ منير بن صالحة من أجل نشر الأخبار الزيفة وأمور غير حقيقية والثلب والإدعاء بالباطل والهرسلة عبر وسائل الإعلام وخرق واجب التحفظ وإفشاء السر المهني. هذوما الكل التهم اللي توجهت لمنير بن صالحة. ما نحكي لكمش على التعليق يا منير يا منير الناس قديش تحبك. والله نقرأ في الكومنتير حاسينه أغلبهم الحقيقة متشمتين فيك يا منير بن صالحة. اللي قال منير بن صالحة تجاوز كل الحدود والله أعلم كلامه صحيح ولا غلط، على الأقل خلي تخرج ليلى بن علي توقفوا عند حده. وفما اللي قال وأخيرا سمعنا حس ليلى بن علي نطقها من أجنبها، وفما اللي يكتب ياخي مش كان محامي بن علي من صورش قاعد يتبل عليها ولا يزيد عليها. ونوفى بالتعليق هذا شيخت عندك يا منير بن صالحة توا عندك ماتير باش تدور بيها من بلاتو لبلاتو. مرات والله شو باش نقولوا على منير بن صالحة، انا ديما نستغرب في موقف ليلى بن علي ما طلعتش تكلمت في برامج تلفزية. يحسبوا لها انا اخر واحد باش ندافع على ليلى بن علي. يحسبوا لها لا يحسبوا لها ما خرجت في حتى برنامج، ما عملت حتى تصريح، جاوبت في وضعية معينة فيا صحفي زميلنا من إكسبريس وقتها بعثت له ميل. أنا يظهر لي هذه بوليميك عقيمة والهدف منها على العموم مدير نقولها له منير نقولها له في وجهه هو أنه يظهر معنا في كل مرة ولا نوع من الفوند كوميرس متاعه مع العلم. علاش أنا أقول كلام هذا زياد ولا رفيق؟ لأنه عائلة بن علي بناته بالخصوص حتى واحدة ما تكلمت مرة وقالت ترى منير بن صالحة مكلف شي دفع علينا. ورى الوثيقة، هو ورى وثيقة تثبت أنه بن علي اختاره باش يحاملي مع فريق آخر من المحامين. دونك اش بيهم الأخرين ما تكلموش المحامين الأخرين حتى واحد ما تكلم. هو حر ولكن هو تم اختياره مش معناه هو حر مش قاعد ينفونت في حكاية منير، فهمت؟ في علاقة بتكليف بن علي ليه والتسجيل كان حوار بينه وبين بن علي، معناه العلاقة موجودة الاتصال موجود. بن علي ما كانش كان في اسمه تيري بار لي شوفو. كل اللي قاعد يقول فيه منير سي تيري بار لي شوفو، ما نفهمش علاش يحب يخرج اليوم على الساحه العامه بالطريقه هذه، حتى حد ما كلفه باش يدافع بالطريقه هذه على المرحوم زين العابدين بن علي. ان شاء الله ما يكونش في لوجيك تاع باش يسترزق منها معناها العمليه وباش يولي هو شخصيه عامه نعيطوا له كل مره المنابر الاعلاميه باش يغذي هالبوليميك هذه اللي مره شنو المنفعه نتاعها معناها. هو صار تسريب لحوار بينه وبين بن علي في التليفون حكي عليه منير بن صالح حتى لا فيرسيون نتاعو تجم تصدقها ومشكوك فيه التسريب تصدقها ما تصدقهاش انت حر. معناها هذاك موضوع اخر. هو يقول لك جاي من عند معناها خرج من تليفون بن علي، فما اللي يقول ليه منير هو اللي سرب الاتصال دونك حر. ولكن بعد انه البلاتويت تستدعاه وتحكي معه في الموضوع هذا عادي. مش كل يوم عندنا واحد هذا اتصال مع رئيس الدوله السابق بن علي الله يرحمه حكي معه وغيره كذا، دونك البوليميك تفرض روحها معناها. هو ينجم يمشيش والله يا رفيق. انا شخصيا هاني ما فما لي بلاتويس راه ما نمشيش، كي ما عنديش ما نقول ما نمشيش وينجم ما يمشيش. محامي ابريتو مش منشط مش واجد. انا نطلب من منير يقدم قضيه في الثلب ضد مراد الزريدي، والنهار السبت عندي قاعده مع منير مكتاز عركه مع قلب الذيب كونترو فهمتني ولا دونك توا يرفع بها. وتو نعطيك اكثر تفاصيل يا خويا. اذا جاب الوثيقه منير صحه وفرحه والوثيقه وراها رفيق هكا هو معناتها زي دونك توا انت باش تثلب فيه وكلها وجيب لك الوثيقه اش تحب يوريك؟ تحب يحط لك ليلى بن علي وبالور ولا يكلم ولدها ولا بنتها؟ نتسائل علاش الخروج الاعلامي بالطريقه هذه. يا مانا زاد نتسائل مثلا توا ليلى بن علي بما اقترفته من جرائم في حق الشعب التونسي برساله اعتذار واحده بخلت بها على الشعب التونسي، حتى كي كتبت كتاب خرجت فيه هي في ثوب البطل، خرجت تشكي له منير بن صالحه وتتوجه القضاء التونسي اللي فسدوا رجيم بن علي وفسدته ليلى بن علي لانه منير بن صالح ما عرفش شنو قال، فما وقعها زادت ليلى بن علي نهبت فلوس الشعب ودمرت الشعب وخليته بلاد 23 سنه داخل هربت وهربت وهربت ورفضتوا انكم توصلوا امام القضاء، وتجي اليوم تشكي للقضاء التونسي اللي انت ريشيرشي عنده هو ويبحث عليك القضاء تاع 10 سنوات واكثر، تشكي بمنير وترفع قضيه لانه كذا وكذا، فما برشا وقعها معناها من ليلى بن علي. يا رفيق نجم كان ليلى تحب تواجه منير تهبط خلينا نحصلوا
ماشي عملت خطابك حقها هبطت كنت باش تحصل هي يلا الاخبار الموالي سندريلا. نقعدوا في برنامج الدوامة. البارح كان حاضر مع خميسي على الشيبي، على الشيبي حكى على علاقته بسامي الفهري، على خروجه من قناة الحوار التونسي وخدمته في قناة التاسعة، كما قال انه فكرة سامي انجح من ديما لاباس، وكما قال كلام على مريم الدباخ. خلينا نسمعوه اش قال. نعرفها ونعرف امها وامها في مقام امي. مريم ما هي الشخصيه اللي تعرفوها، محترمه مش كما يشوفها الناس، كل شير حره في حياتها الخاصه، في تصورها على انستغرام في كذا. اقعد مع مريم واحكي تكتشف الشخصيه. شو نحكم على بيت من من, من مظهرهم نقولوا هذا مش خوفا من كذا ولا انا كلام كيما هكا. الناس يقول لك علاش تقول فيها في المشاكل اخي، انت مستويك من المستوى شو مستوي من مستوى المراه صديقتي، ونعرفها ونعرف عائلتها ونعرف امها. كما زاد سألوا خميسي قالوا اللي معروف عليك انك مزواج، فكانت إجابة على الشيبي هكا. لا ما عنديش تاند انا صنع الصنعة هذه متاع لو سيركل فيسيون متاع الرجال اللي خلونسيهم. ربي بعد علينا، ربي بعد علينا، ربي بعد علينا، محترمي ليهم غريبية الرجال. مالوريزمون الرجال التوانسة عندهم راح سؤالي اللي مبعد في العالم الكل، سؤالي اللي مبعد شبيك هربت من هذه وتخلط بعضك انا تي معرس ولا مش معرس؟ لا مازلت مش معني بها النقطة. ما انا رد بالك بعيد عليها كل البعد. علاش بيقول انه اغلبيه التوينسا رجال التوينسا بليتو يخونوا انساهم. التعليق في الاول كانوا حول مريم الدباغ، قالوا له استنى بسام وكريم وعربيه حمادي باش يعملوا لك لايفات على عجله، فما اللي قالوا يا علي يا خويا ام مريم كي امك تي ظاهره نديد انت وياها، علاش كل مره تزيد تصغر في روحك. تعليق اخر يقول له ويقول له بربي يا علي ما تخلينيش بليتو نقول له كلام ما يعجبكش. مريم تسب في الناس وتسب في رجال التوينسا وتسب في زملائك وانت تدافع عليها. تعليق اخر يقول يا علي ما تحطش رجال كل فرد شكاره، شنو هو ماشي مع منهج مريم الدباغ. واللي قال له هاو مكتب احصائيات الشيبي هذايا ظهر فيها شركه جديده عملها سي علي الشيبي، ونوفا برساله وجهها سيد هذا العلي الشيبي وقال له ارجع يا علي كيف قبل، ركز في خدمتك والكلام الزايد راه قاعد يضر فيك مش ينفع فيك. ناصر التصريح اللي قالوا على الشيبي في علاقة برجال، قالك رجال تونس أغلبهم يخونوا. لا ما يزموش يكون شبيه علولو، شبيه عملك علولو؟ والله ما نعرف الخرجة هذه متاع علولو هذه مش فيه ولا بد الحق متاع ربي، انه اليوم تعمم الناس كل صحيح فما باش ما نقولوش ونبدأ نغطيوش 4% ما وجود صحي تمام، مش بالنسبة هذه التعديل اللي خرج بها الحق ترمني نجبتها هنا معناتها. واليوم مريم الدباغ كان الناس نقدتها على المواقف اللي قالتها، وقت اللي تجي تقول التوانسة ما همش رجال ولا هكا هذا موقف يهم التوانسة الكل، انت ما تنجمش تدافع على موقف قالته هي بلسانها تحب قالوه لها ولا هي صنعته، تتحمل مسؤولية الكلام اللي قالته. انا نحب نقول له ما يهمنيش فيها على مريم الدباغ، انت تعرفها شخصيا ما يهمنيش فيها باهيه خايبه انسانيا باهيه، خاطر هذايا كلام قاعدين يقولوا في كل شخص يعرف مريم الدباغ عن قرب يجي يخرج في المنابر الاعلاميه. والله مريم الدباغ مش كما تشوفوها. انا كمواطن تونسي وكمتفرجه تونسيه نشوف اللي قاعد يروج في الاعلام ولا شنو قاعده تقول في المنابر الاعلاميه، ما يهمنيش دخلانيتها هي شنو قاعده شنو هي موجود ولا شنو طبيعتها ولا تينتها. اللي يهمني اللي هي سبت التوينسه، اللي يهمني اللي هي قالت على كريم ولا على بسام الحمراوي من وراء البلايك، واللي احنا جهات الكل وثبت واساءت الناس معناها اللي هما اغلب التوانسه موجودين في من وراء البلايك اللي انا منهم وبرشا كيفي منهم. دونك علاش انت اليوم كاعلامي نورمالمون تخرج ما فماش زايده ماك تعرفها شخصيا، خليها بينك وبينها، ما تخرجش تدافع عليها تقول والله اش بكم تحكموا على المظاهر، ما عشان نحكموا سامحني سي علي معرفتي بعلي دافع عليه شويه صديق ونعرفه معناها مش ندافع عليه بالدفاع. راه والله لا يحسب حتى كلمه ينجم مش صغير باش ما يحسبش اعلامي راه اعلامي لازم يحسب نجم يعرف مريم الدباغ وحاوس زياد معناها يعرف مريم الدباغ في الدنيا ويقول لك راه في الدنيا سي با لو بروفيل هذاك المكروه من 99% من الشعب التونسي، على ما يحسبش يقولها من بعد يمكن كي يجي لا اما رد الفعل ولا الفيدباك هذا خايب ينجم يبدل رايه. كلمه صغيره هذيا ما يحسبش وعلى نيته اعلامي برك الله عليه فوق 50 سنة عنده تجربة اعلامية يعرف شنو اللي يتقال في التلفزة وما يتقالش. يا رفيق باش نعطيك انا اقوى لحظة اقوى لحظة يا حاج باش نعطيك اقوى مثال يا راف تو أميمة ليسمعها في الميكرو يقول محلاها وكل عكس تصرفاتها في الكواليس. اللي ما يعرفش أميمة في الكواليس معناتها كيفاش العنف وكيفاش تبدا تشرى هكا وكيفاش تنطر بيديها وكل، ولكن الشعب التونسي يحبها على اخلاقها في الميكرو يحاسبوها على الميكرو. خبر نسوقوه برشا وجيع على منى وفاة حمزة السويح
المصاب بالرصاص في حادث المكنيك. الشاب توفى توا دقائق تقريبا وتاكدت المعلومه. ان شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته. انا لله وانا اليه راجعون. واللي غلط ان شاء الله يخلص. نمشيو الاخبار الطرقات وسويت مع صديقتنا ألف انفو ترافيك. يلا اي اف ام انفو ترافيك. صباح الخير ومرحبا بكم على اي اف ام. الحركه مازال ترزينا شويه على دخل تونس الجنوبيه من حي النور حتى للكباريه، وعلى جي بي 8 نيفو حي النزع حتى الرومبوا اريانا في اتجاه سونتر فيل، على شارع 9 افريل من نيفو لوبيتال دونفون في اتجاه الرومبوا، ومن جهه اخرى نيفو شار نيكول حتى للقصبه. كيف كيف الضغط متواصل زاده على الغوتيكس والامبوتياج نيفو الكامبوس في اتجاه المطار، وعلى الاكس 2 من نيفو لوتيكا حتى الاشانجور حي الخضراء. الضغط زاده مازال على جي بي 10 نيفو برج الوزير في اتجاه رون بوان اريانا. التعطيل على شارع ياسر عرفات نيفو رون بوان الفريت من جهتين، وعلى جي بي 9 نيفو لاك في اتجاه سونتر فيل، وعلى شارع خير الدين باشا نيفو الكنام في اتجاه محمد الخامس. الحركه عاديه وخفيفه في باقي الجهات والولايات، ما فماش تعطيل نذكرو. نشكروا كل اللي يتفاعلوا معنا على الويز وعلى الجروب فيسبوك يا فما فو ترافيك. كان فما يخبر يهم الطريق كلمونا على 58 550 711. سي سور وحكم وطريق سلامه الناس الكل. تاريخ السلامة للجميع. كما قلت قبل أخبار الطرقات، يتأكد خبر وفاة حمزة سويح المصاب بطلق رصاص في حادثة المكنين الأخيرة. ربي إن شاء الله يرحمه ويصبر عائلته. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد الفاصل راجعين. هو ديجا كان واصل برشا الحمد لله. وين يجي وقتاش يجي في الوقت اللي تخلي راس الجبل، وقتاش يخرج وقتاش كذاك. وقلت له معاك تجي ما تجيش خاطر باش يوقفوك. راح شوف الكهرباء دخلت في الحيط نتاع القنطره. اللي سائق نتاع الكهرباء فهمتني اليوم معناها عائلته ما يعرفوهش وين مدفون. اللي كانت عندها تاثير كبير ياسر على نادي الفريقي والانصار نادي الفريقي. ما ماتش على البلاصه، مات في طريق سميتها معناها تخطف